من فضلك رضوان، لدي أرافلاكس ميكالور وأريد أن أسألك ما إذا هناك مشبك بإمكانك إخبارنا عن خصائصه الرئيسية. شكرا. سأبدأ الحديث عن الخاصية المهمة لهذا المشبك، ذو الرؤوس المستقلة، حيث يستخدم عادة في تلك التطبيقات التي يكون قطر الخرطوم غير معروف مسبقا. لدينا نوعان، الأول طوله 3 أمتار والثاني 25 متر، يمكننا تغطية جميع الأقطار دون استثناء. هذا يساعدنا أيضا على تجنب حمل معنا إلى كل مكان عدد من المشابك بالأقطار المختلفة، حيث سنربح كثير من الوقت الذي نضيعه عادة في البحث عن القطر الذي نحتاجه. تركيبها سهل جدا، سريع ونظيف، نحتاج فقط لمقص للقطع ومفك البراغي للتثبيت. من ناحية أخرى، مشابك أدابفلكس متوفرة عندنا بأنواع مختلفة من المعادن المقاومة للصدى. بالإضافة إلى ذلك، أدابفلكس ذو 25 متر مركب داخل صندوق مقوي يضمن الاستعمال والتخزين في الظروف المناخية الصعبة. متوفر أيضاً في أدابفلكس على شكل أسطوانة تحتوي على 3 أمتار وتمن رؤوس. أخيراً سأخبرك أنه متوفر أيضاً على شكل علبة للعرض داخل المتاجر وتحتوي على 10 وحدات.